الله يرحم والديك. نعم. هذا هو المكان اللي يندشون به. بدينا بالالغاز. شنو يعني؟ يعني انا اعرف شنو. شلون رديت عليه؟ شلون ابوي؟ اقول هذا هو المكان اللي عند الشامبو. يقول لك عندك فيسبوك. فيسبوك. لا 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 اسمح لنا، ما عندنا، احنا تونا داشين والله. الارسال بالتلفون ما يشتغل. اللي قال يمشيني هذا ولا؟ لا لا ما يمسك، بس انت قاعد تقول شغلات. شنو عند الشامبو؟ يا ولد هذا هو المكان اللي عند الشامبو. فرنسي هذه ولا انجليزي ولا شنو؟ عند الشامبو. يا كمان توني فوق سفا. شكو شكو. غيبيان دا سومبو. لا غلط. موتى. أخاف هذا قاعد يلعب وياك. شلون يلعب ويانا؟ هذا مكان دا تومبو. لا لا. والله أنت فاضي، إحنا وين وأنت قاعد؟ يلا يلا. مالك خلق والله العب. لا تكفى خلنا نلعب تكفى. ما عندنا خلق يا بوي. خلنا نلعبك تكفى. يلا يلا. يلا أنت سومبو. إيه يلا. يلا أنت سوي لي سوي لي. شنو؟ سو هذه بوي. والله ما له خلق. تكفى طالبك. يلا يندسون بو. عادي ما يخرع عادي. يلا شفيكم انتم؟ شفيكم كبتين انتم؟ لا احنا مو بكبتين، مدرجين الله يسلمك. ايه يندسون بو. ايه هلوشة هلوشة رمثية بياننا. ايه قوية. يندسون بو. ايه بالعلالي بالعلالي. يا يا محا الله يرحم والديك. هذا هو المكان عند الشامبو ولا لا؟ احنا عارفين شنو عند الشامبو، اذيتنا. اشرح لك؟ اي اشرح لك. جاي انت رحت البر ويا خويك كذا، وجتكم العاصفه والطوز والموز والجوز واللوز والهوز، وش تسوون؟ يا شباب منو طالب موز؟ لا هذا مال مطعم مسكين، هاي سيارتكم صغيره لا تثلج. طالب موز بو. لا لا انا متعشي بالبيت والله. صلوح. لا موت انا ما تبى توالف. عايش تشرب؟ عطيني المينون هاي. عصير مينون شنو بعد؟ هذه الطفله. عصير ليمون. مينون هذا. اي هذا. يا ولد هذا خبل ولا؟ هذا دكتور امراض نساء. وله لابس هالشكل لان واحده ولادتها متعصبه شققت هدومه. اخر شيء يا ياهل. يا ابن الحال انت رجال شكلك محترم. انا شنو؟ انت شكلك محترم. لا والله مو كل مره محترم، على حسب الجو. اذا الجو مرتفع مو محترم نهائيا. طيب الحين وش حالتك انت؟ الحين منتي شوفني قسمه سكسان. يا ولد لابس شماخ انت. لابس شماخ. شنو شماخ؟ يقول منتهي منتهي هذا منتهي. يا ولد انت لابس شماخ شكله. اي بوه بوه. استحلى وجهك. يا ابن الحلال انت لو رحت البر ويا خويك كذا. ايه؟ وجاتكم العاصفه والطوز والموز والجوز واللوز والهوز، ايش تسوون؟ ما في اختيارات. وش اختيارات انت الثاني؟ احذف لي. ايه عرفناها عنده. ايه عنده سومبو. يا ابن الله يرحم والديك، ايش شكشوك تلغان مع انت؟ انت رحت البر ويا خويك الدكتور ذا، وجتكم العاصفه والطوز والموز والجوز واللوز، وش تسوون؟ ما في مكان تلجؤون له. شنو؟ شاعر فرحنا، ايش فيك؟ وش فرحنه انتم؟ يا جماعه اذا صارت لكم كارثه ما في مكان تلجؤون له. نلجا له؟ اي اغزق على هالمكان ملجا. اي اي شنو هذا؟ شنو هذا؟ يلا يلا ظهر هذا فرحوني. شنو هذا؟ ايه ملجا. ايوه يا وياك وياك. أغنية طويلة أغنية طويلة. يندى سون بو يندى سون بو يندى سون بو يندى سون بو 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 يندى سون بو يندى. شنو هذا شنو هذا؟ ظهر أغنية جديدة هذه. إيه بالعلالي. إيه الملجأ هذا هو الملجأ. لا والله للحين ما جاء، بعد شوي إن شاء الله يجي. تمسخر أنت ها؟ تمسخر أنت؟ تكفى لا تذبحني والله أموت. اسكت اسكت لا احطها ببطنك الحين. لا 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 تحطها ببطنك، حطها بجيبي تكفى الله يخليك. انت شيك اسكت انت. لا تذبح لي يا ولد. اسكت انت. انت انت يا لوهي. يا ابو الشباب يا اصيل ابو بكر ايش فيك يا اخوي؟ شن؟ شنو مضرب؟ نفس السكسوكي هذا. شن؟ اقول شنو هاللي بيدك؟ سكين. شنو؟ سكين. سكين سكين حط عليه 10 تصير 70. المسخرة هذه تمشني ولا؟ لا 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 بس ما ليش شايل هالسكين؟ ليه تمسخر؟ زين ما يخالف الريال تغشمر معاك، ايش دعوة؟ عارف يعرف يتمسخر. ما ما انت لا تقعد هذا ترمي.
شم؟ أقول ما يصير كل واحد يتكلم مع ثاني خذ السكين وأعطاه إياه كذي عشان الثقافة الجديدة اللي نازلة الديرة شنو لا من عوايدنا لا من تقاليدنا لا حضر لا بدو عمرها ما صارت بالديرة إيش هالتربية هذه كل ما واحد خزني خزيته ذبحوا ما يصير شايل هالسكين هذه والله عيب كل واحد صدق يا ابو صقر اي والله الحين واحد اذا سافر دول الخليج ايه؟ يتمشى عادي بالمجمعات بالكويت بس يتلفت ان احد يطق بهالسكين والله صح كلامك قسما بالله بعض الشباب مسخره يا اخي شلون داش مجمع تبي تستانس ماسك سكين ليش وامس واحد داش مجمع ماسك مسدس يلا تفضل واليوم الصبح داش مجمع ماسك اخوه صغير شو المسخره هذه يا ولد يا ولد والله ادمان ادمان انا داش حان انا اذني اذني انا اللي بشرح الحين هذا وقتك شنو هذا سكين ادري انها سكين هذه مالت بوفيه يبه من جايبها هذا انا كنت معزوم عرس ونسيتها بجيبي لا اله الا الله اي ردها حق المعرس ردها ما اعرفها ما تعرفها شيلها شيلها عم الله لو بالغلط وغاتش الريال شم شايل سجي عشان تغتشه وش الدتشة هذا اي دتشة غدن تغتشه تغتشه اي الدتشة المكان المرتفع العرزالة اي عرزالة انت بتحدق يا ولد انت تقول العرزالة الدتشة يا بابا تغتشه يعني هذا السكينة في بطنه يقول يطعنه غتشة غتشة يطعنه يطعنه يطع يعني اقوى يطعنه اما غتشه اي غتشه اقعد شوف شو سريعه غتشه اقعد سريعه اي هذه غتشه جرح اما يطعنه اي ايدك تطلع من ورا ظهره اي اما سالفه الغتشه اقعد سريعه هذه انا متى انت متى قد غتشه لا لكن يطعنه اي خلاص هو اندفن يطعن نعم نعم إيه؟ يلا يلا روح بس يا ابن الحلال هذا هو الملجا اي هذا التبن لا الملجا اي هذا راعي طويله قلنا الملجا الملجا اي ما هذا الملجا يا جماعه ذا كاميرا خفيه ترى والله ما احب الموقفه المحرجه اي محرجه انت ثاني اي محرجه انا بهاللويه وانت محرجه يا ولد هذا هو الملجا ولا لا اي هذا الملجا انت صاحب الملجا يا هذا مال الحكومه انا صاحب ملجا خلص عندي بيت عشان يصير عندي ملجا صار لك ساعه تحقق معي تبين ارنعك بدل مخمس اطبق طبق بالارض ترى كنا قام يحكي برتغالي شو برتغالي؟ ما ادري شلون ابوي؟ ارنعكم ذا مخمس اطبق طبق الريال جايب لكم اكل لا اي قول مطبق كفو والله والنعمه مطبق جزاك الله خير جيبه جيبه يلا انشب 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 انت انشب يا ولد انشب انت انشب 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 انت اقول لك هذا ظهر ترجمه غلط كلها يا ابن الحلال منو سبك الحين انجب يا ولد بالعافية انجب انجب يا ولد يا ولد انجب انت يا ولد الحين الاكل اي مجيبه اي شو تسوي فيه قبل لا تجيبه شو عشان الناس تاكل طيح العشاء ايوه شفت العشاء اللي عندك جيبه دزه طيحه شوته المهم ناكل اي طيح العشاء مو انجب كجه يا ولد وش الكلام هذا انت وش اللغه انت تتكلم مثل الرجال يعني